سيادة الرئيس، يعني هل تعتقد أنه ممكن يشكلوا قوة عسكرية عربية من عدة دول وأنه يذهب أن خروج الأمريكان طيب تعمل إيه؟ أنه ممكن تضبط الأمن في العراق؟ العراقي مش هيقبل أبدا أي واحد عربي عشان يجي يوافره في المرور يمين شمال أبدا، عنده عنجهية معينة مش هيقبل أبدا واحد عربي يجي يديله تعليمات. وهم طلبوا العراقي الآن مش عاوزين عرب، يعني البراود بتاعهم الدجن بتاعتهم مش عاوز حد عربي عشان يقدم. العراق دي اغنى دوله عربيه في المنطقه، اغنى من السعوديه وغير السعوديه، اغنى من الكويت، اغنى من الامارات، دوله فيها نهرين، فيها ارض زراعيه تاكل العالم العربي كله، فيها بترول واحتياطي ثاني احتياطي في العالم، وفيها شعب كان تعداده 14-15 مليون، يعني مفيش مشاكل. مش زي عندنا 71 يعني الله يعينكم.